بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا السؤال يقول determine the total energy and the average power of x of t على 3 على 4 في t, وقال لي ان t ما بين 0 الى 4, otherwise راح تكون قيمتها 0. فراح نبدا بالانرجي, فهذا هو قرين انرجي minus infinity infinity x of t تربيع d t. فعوضنا بالحدود من 0 الى 4, والx of t 3 على 4 في t, راح تكون 9 على 16 وتي أس 3 على 3. فطلعنا قيمة الإنرجي بـ 12. فإذا كان الإنرجي لها قيمة راح تكون it is energy signal, ودايركت أقدر أقول إن الباور بزيرو لأن الإنرجي finite. بعدين للتأكيد طلعنا الباور, فهذا قانون الباور limit من تي إلى راح تكون قيمة التي بإنفينيتي, فعوضنا راح يكون نفس الانتجريشن, راح يكون قيمتها بإثناش وواحد على 2T في 12, وراح نعوض بالتي بإنفينيتي, فراح يعطينا الناتج بزيرو. وهذا القانون اللي قلنا إن الإنرجي إذا لها قيمة, إذا كانت أكبر من الزيرو وأصغر من الإنفينيتي, مباشرة أقدر أقول إن الباور إيكوال تو زيرو.